إشادات عالمية بالتأهل التاريخي لمنتخب المغرب. بعد بكاء رونالدو وجورجينا تفتح النار على مدرب البرتغال. أردني يعود لحضن أمه المصرية بعد 43 عاماً من البحث. هذه الأخبار وغيرها ننقلها لكم من قناة العربية. طابت أوقاتكم. بعد وصول المغرب التاريخي إلى الدور نصف النهائي بكأس العالم في قطر، عبر مشاهير عرب وعالميون ورؤساء حكومات عن سعادتهم بالإنجاز التاريخي لمنتخب أسود الأطلس أمام نظيره البرتغالي. إنجاز المغرب في المونديال دفع المغنية الكولومبية شاكيرا إلى التغريد تعبيرا عن فرحتها قائلة: حان وقت أفريقيا، وهي جملة من كلمات أغنيتها واكا واكا الشهيرة التي أدتها خلال مونديال 2010 بجنوب أفريقيا. ولم يتردد الملياردير الأمريكي إيلون ماسك الذي يتابعه أكثر من 120 مليون شخص في تهنئة المغاربة بقوله: مبروك للمغرب. نالت كلماته أكثر من 145 ألف إعادة تغريد في أقل من ساعة. نبقى في أجواء المونديال، فبعد مشهد انهيار كريستيانو رونالدو قائد منتخب البرتغال باكيا بحرقة عقب الخسارة من المغرب، هجمت صديقته جورجينا رودريغيز مدرب الفريق فرناندو سانتوس مؤكدة أن قراراته سيئة لعدم إشراكه رونالدو منذ بداية المباراة ووضعه على مقاعد البدلاء حتى الشوط الثاني. بدوره علق المدرب على قراره هذا مؤكدا عدم ندمه لجلوس رونالدو كبديل، مشيرا إلى أن هذه الاستراتيجية نجحت في مباراتهم ضد سويسرا. ومن المونديال إلى قصة أغرب من الخيال شغلت منصات التواصل، إذ اجتمع أخيرا شمل شاب أردني بأمه المصرية بعد فراق دام 43 عاما. القصة بدأت عندما فقدت السيدة المصرية التي تزوجت من أردني وعاشت معه في عمان، فقدت ابنها الرضيع في عام 1979 بعد أن أوهمها زوجها أنه توفي نظرا لخلافات بينهما، وصلت إلى الطلاق خشية أخذها للابن ومغادرة البلاد. وبعد مرور السنوات نجح الابن في الوصول إلى والدته بعدما نشر صورة قديمة لها على صفحة أطفال مفقودين عبر فيسبوك، مرفقة بتدوينة كتب فيها: ابنك عايش وبيدور عليك. ليتدخل مصريون وأردنيون وينجحون بالفعل في إيصال الابن إلى أمه بعد 43 عاما. وإلى أخبار العائلة المالكة البريطانية، حيث أحدث وثائقي هاري وميغان ضجة واسعة بعد إذاعة الحلقات الثلاث الأولى منه، والتي تسببت في موجة انتقادات كبيرة لهما. من جانبهما رفض الأمير هاري وزوجته الممثلة الأمريكية السابقة ميغان ماركل الانتقادات لمسلسلهما الوثائقي الجديد والذي يتناول حياتهما. في بيان أصدره المتحدث باسمهما قال فيه إن الزوجين لم يذكرا أبدا أن الخصوصية كانت سببا للتخلي عن واجباتهما الملكية، وكان الزوجين قد كشفا سلسلة من الأمور من بينها مضايقات المصورين وتطفل الصحافة وأول تهديد بالقتل تلقته ميغان، إضافة إلى معاناة النساء التي يتزوجن من أفراد العائلة المالكة. وفي خبرنا الأخير، تستعد منصة تويتر لزيادة أسعار الاشتراك بخدمتها المدفوعة تويتر بلو على تطبيق أجهزة أبل، وهو ما يعني تحميل المستخدم تكلفة الحصة التي تقتطعها أبل من المدفوعات. ومن المفترض أن يتم رفع السعر إلى 11 دولارا، إذ تمت عملية الشراء من خلال التطبيق عبر أجهزة آيفون وآيباد، في حين سيتم تخفيض السعر إلى 8 دولارات إذا ما تم الاشتراك بها عبر موقع الويب. وتهدف تويتر من هذه الخطوة إلى تقليل تأثير اقتطاع أبل لنسبتها التي تصل إلى 30% من كل عملية دفع تجرى داخل التطبيقات.